قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أتحدث في محضر الشهداء الذين صدقوا العهد مع الله سبحانه وتعالى عن نقطتين مهمتين ترتبط بمفهوم الشهادة والشهداء. النقطة الأولى تتحدث عن مفهوم المعية، والنقطة الثانية تتحدث عن مفهوم الصدق ومراحل الصادقين. القرآن الكريم يؤكد تأكيدا واسعا على مفهوم معية الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معية الصالحين انتماء وحضور في ساحة الصالحين. نقصد بالانتماء الانتماء الحضاري والحركي والسياسي، وهو ما يسميه القرآن بالولاء. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول عز من قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الذين ينتمون إلى هذا الولاء هم نسيج حضاري سياسي حركي واحد لا اختلاف بين أجزائه، ولا علاقة لهذا النسيج بالنسب والدم والعرق واللغة. قال الله تعالى في حديثه لنبي الله نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، وهو ابنه من لحمه ودمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان الفارسي: سلمان منا أهل البيت. سلمان وهو فارسي من أصل مجوسي، جاء من فارس يطلب الحق. هذا الطريق، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق شاق صعب محفوف بالتحديات الصعبة العسيرة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الطريق بذات الشوكة. قال تعالى: وتودون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقول في سورة التوبة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. الله سبحانه وتعالى يذلل هذه الصعوبات بمعيتين. المعية الأولى هي معية الله سبحانه وتعالى، والمعية الثانية هي معية المؤمنين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية الله. وقال عز من قال: واعلموا أن الله مع المتقين. هذه هي المعية الأولى، معية الله سبحانه وتعالى، وهي معية مباركة تذلل للعاملين العقبات والصعوبات
وحسبك معية الله. أما المعية الثانية فهي معية المؤمنين، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه أيضا معية مباركة طيبة تستنزل رحمة الله وبركاته، وتدعم نفوس المؤمنين والعاملين، وتذهب عن نفوسهم الإحساس بالوحشة والوحدة في الطريق الصعب. نعم، هذه المعية، معية المؤمنين ومعية الصالحين ومعية الأنبياء ومعية الأولياء، هذه معية صعبة عسيرة محفوفة بالصعوبات والمعاناة والآلام، وهي شاقة ومليئة بالهموم والمكاره والتحديات، وقد تكلف الإنسان من نفسه وماله وأهله واستقراره الشيء الكثير. وقد ابتلي كل الذين كانوا مع الأنبياء بشتى أنواع البلاء بسبب هذه المعية. أقسام وأنحاء هذه المعية، معية الصالحين والأنبياء، ثلاثة. المعية الأولى المعية الصلبة، وهي المعية الصامدة الصلبة والقوية للأنبياء والصالحين في ساعات العسر واليسر، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء. هذه المعية هي أعلى مراتب المعية وأفضل مراتب المعية مع الأنبياء والصالحين والأنبياء. المعية الثانية هي المعية الضعيفة، وهي معية المؤمنين للأنبياء والصالحين في ساعات اليسر فقط، يكونون مع الأنبياء يكونون مع الصالحين، ولكن في ساعات اليسر دون العسر، في الرخاء دون الشدة، في السراء دون الضراء. وهذه معية ضعيفة محدودة، ولكنها صادقة، صادقة أيضا. أما المعية الثالثة وهي المعية الانتهازية والمنافقة، وهي معية المنافقين للأنبياء والصالحين، وهي معية انتهازية كاذبة. المعية الأولى الصادقة الصلبة، وهي معية المؤمنين الأقوياء الصامدين في حركتهم ومواجهتهم لطغاة عصرهم، وهي معية صامدة يصفها القرآن بقوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وعلى أصحاب وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين صمدوا مع رسول الله في مكة، في ضراء مكة وفي بأساء المدينة، قال تعالى: والذين معه أشداء على الكفار. أما المعية الثانية وهي المعية الضعيفة، وهي معية ضعاف المؤمنين للأنبياء لساعات اليسر، وهي معية محدودة ضعيفة، يقول الله سبحانه وتعالى عنها في حديثه عن أصحاب طالوت: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه المعية تكون مع الأنبياء، تكون مع الصالحين وقت اليسر، وقت الرخاء،
حينما تحل الشدة تحل الصعاب يتخلون عن الأنبياء وعن الصالحين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ويقول عن أصحاب موسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما المعية الثالثة فهي المعية الانتهازية والمنافقة. هذه المعية هي معية المنافقين، وهي معية انتهازية ذات لونين. المنافقون يصحبون الأنبياء والصالحين ولكنهم يستبطنون الكفر والخداع والعداء. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا فتح الله على المؤمنين اعتذروا عن تخلفهم وأقسموا بالله لو استطعنا لكنا معكم. قال تعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذه الجماعة ليست من المؤمنين في شيء، ولكنها تنتهز الفرص كلما سنحت لها الفرصة. فإذا أبطأ النصر أخذوا يشمتون بالمؤمنين، وهذه هي المعية الانتهازية وهي مخصوصة بالمنافقين. أما النقطة الثانية وهي تتحدث عن مراحل الصدق. للصدق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الصدق في القول، والمرحلة الثانية الصدق في العقيدة والإيمان، والمرحلة الثالثة صدق في العمل. المرحلة الأولى الصدق في القول من أيسر مراحل الصدق، ولا يكلف الإنسان شيئا كثيرا، بل يتحقق الإسلام بهذا المستوى من الصدق، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا المقدار الذي يدخل الإنسان الإسلام. هذه المرحلة تحصن الإنسان من الكفر، ولكنها لا تحصنه من النفاق. والشيطان يدخل للإنسان من هذه الثغرة، وهي ثغرة النفاق. عندما يكون في مرحلة الصدق في القول فحسب، يدخل له الشيطان من ثغرة النفاق. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الصدق في العقيدة والإيمان، الصدق في هذه المرحلة يحصن الإنسان ضد الكفر وضد النفاق، ولكنها لا تحصن الإنسان من الشك والريب. يعني يبقى الإنسان أي شبهة تطلق عليه يبدأ يشك، يبدأ يرتاب، يبدأ يعيش القلق، وهذه هي الثغرة التي ينفذ منها شياطين الإنس والجن. تراهم يوسوسون، يشككون، يضللون، وهذه هي الثغرة التي ينفذ منها شياطين الإنس والجن إلى نفس الإنسان. فإذا دخل مرحلة اليقين حصن نفسه من الشك والريب، وهذا أمر عزيز صعب، ليس بالأمر اليسر أن يصل الإنسان إلى مرحلة اليقين. أما المرحلة الثالثة من الصدق وهي مرحلة الصدق في العمل،
وهي تطابق القول بالإيمان بالعقيدة بالعمل. وهذه المرحلة هي أعلى مراتب الصدق. وعن هذه المرحلة يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ففي هذه المرحلة يتجاوز الصدق من القول إلى الصدق إلى العقيدة والإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا. ويحصن الإنسان صدقه في هذه المرحلة، في مرحلة الإيمان، من الشك والريب، ثم لم يرتابوا، ثم يحقق الصدق في مرحلة العمل، فيتطابق قوله وإيمانه وفعله: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الشهداء بأنهم صادقون في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الشهداء وصلوا إلى أعلى مراتب الصدق، ونحن اخترنا أن نكون مع الشهداء، مع الصادقين، مع الشهيد رضا الغسرى، مع الشهيد علي العرب، مع الشهيد أحمد الملالي، مع شهداء المقاومة، مع أبطال المقاومة، مع رجال الله، مع الرموز الصامدين في قعر السجون، مع السجناء الأبات الذين يصمدون اليوم ويرفعون صرخاتهم من داخل قعر السجون: بهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة، ولن نحيد عن هذا الطريق، ولن ننزل الراية، ولن نسقط الراية، ولن نسلم للعدو، وسنكون مع الشهداء حتى يلقانا الله مخضبين بدمائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.